بالطيران المروحي على الأراضي الزراعية لمدينة مورك. الطيران المروحي يقصف الأراضي الزراعية لمدينة مورك لفك الحصار عن الحواجز المحاصرة. الجيش السوري الحر يستهدف حاجز العبود وحاجز الحرش بعد أن تمكن من إحراق دبابة وتدميرها بداخل حاجز العبود. يقوم الطيران المروحي بقصف الأراضي الزراعية منذ صباح وحتى هذه اللحظة. قصف على الأراضي الزراعية لمدينة مورك 31/10/2013، والدخان يتصاعد ولا يزال الطيران في الأجواء، ولا يزال الطيران في الأجواء. الله أكبر والعزة لله. الجيش السوري الحر يدمر دبابة بحاجز العبود، فيقوم النظام بقصف المنطقة المحيطة بالطيران المروحي. الطيران المروحي يقصف الأراضي الزراعية لمدينة مورك، والدخان يتصاعد. 31/10/2013، قصف بالطيران المروحي على الأراضي الزراعية لمدينة مورك القريبة من الطريق العام لفك الحصار عن الحواجز المحاصرة، والدخان يتصاعد. طبعا هذه الأراضي الزراعية تقع ما بين مدينة اللطامنة ومورك إلى جهة الغرب، قريبة جدا من الطريق العام.